السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته، كل التقدير لقلوبكم ولتفاعلكم معي إخواني أحبائي بناتي خواتي. من المظلوم في توأم الشعلة؟ هل المطارد المظلوم أم الهارب أم الاثنين معا؟ وكيف يكون مظلوما الهارب وكيف يكون المطارد هو المظلوم، أو أن الاثنين معا هما المظلومين؟ قبل كل شيء بحب أرد على بعض الاستفسارات والأسئلة التي قرأتها في التعليقات. كثير من المتابعين وكثير من الناس يعتقدون بأنهم في توأم شعلة. يا أحبائي، يا إخوتي، يا أبنائي، يا أصدقائي، يا ابنتي، أيتها الزوجة، أيتها المرأة، أيها الأخ والصديق والعزيز، إن كنت في توأم شعلة حقيقي إليك هذه المعلومة. أولا، سيتحدى العالم توأمك لأنك نصف روحي، وسيتحدى الدنيا كلها، سواء كان متزوج أم غير متزوج، سواء كان أعزب أم متزوج، سيتحدى كل الناس وكل العالم وكل الظروف، ويأتي إليك ولا ينقطع عنك أبدا. سيختارك من دون الناس، سيعتبرك حياته ومستقبله ودنياه وفرحه وسروره، in brackets، وقبلاته، ومع فارق التشبيه طبعا، راح يعتبرك كل شيء بحياته، روحه، حيخاف عليك كما يخاف على روحه ونفسه، حيضحي من أجلك ويبذل الغالي والرخيص لكي تسمو وترتقي وترتفع. بالإضافة إلى ذلك، رح يحافظ عليك، على كيانك، على أخلاقك، على جسدك، على روحك. إن تألمت سيتألم، وإن فرحت سيفرح، وإن حزنت سيحزن، وسيركب أجنحة ويطير إليك كطائر في السماء، ولن يتركك أبدا، وسيطمئن عليك مثل ما بتطمن على بضعة من جسده وروحه. إضافة إلى هذه إلى ذلك أيضا، حتى تعرف أنك أنت في توأم شعلة أم لا، لن يطلب منك علاقة محرمة أو يخوض في هذا الموضوع. إن خط في هذا الموضوع وأصبح هناك تجاذب جنسي وعلاقة محرمة مرة ومرتين، وتنقل من حضن إلى حضن، فاعلم تماما أنه ليس بتوأمك يا صديقي، يا أخي، يا ابنتي، يا أختي، أيتها المرأة. اعلموا بأن هذا الشخص، الطرف الثاني، سواء كان ذكرا أم أنثى، بأنه يريد أن يحقق رغبة جنسية وشخصية سرعان ما تتلاشى وتهرب وتنتهي، وتعتقدون أنتم بأنه توأم هارب. ليس كذلك الحال. بدنا نفصل ونفهم الفرق ما بين النزوة والرغبة وتفريغ الكبت والحرمان العاطفي والجنسي بين اثنين وبين توأم الشعلة. فإن شفتم أو شاهدتم أو عرفتم مثل هذه التصرفات، ف90% هذا لن يكون بتوأم شعلة، وسينتقل من حضن إلى حضن إلى حضن إلى حضن،
والنتيجة أنه سيهرب ويصبح هارب، ولكن ليس الهارب في توأم الشعلة هنا، هذا الهارب هو سايكوباتي. سايكوباتي، الشخصية السايكوباتية، الشخصية الهوائية، الشخصية اللعوب التي تريد أن تمتع نفسها وتسمو بمصلحتها وتحقق رغبتها، وستبحث عن آخر وآخر وآخر. والكثير للأسف unfortunately يقعون في هذا المطب، والنتيجة كبت وحرمان وألم وعذاب وعدم ثقة بالنفس وعدم ثقة بالناس حتى، وأحلام وكوابيس وآلام وأوجاع وتشتت بالفكر والجسد والروح. حتى عند الحياة الأسرية لن يمارسونها بشكل طبيعي، ولا حتى إن كانوا يعني إن كان أعزب لن يستطيع أن يرتوي من الحب مع شريكه بسبب الوقوع بهذا الفخ. فهذه حالة وددت أن أوضحها لكثير من المستمعين والمتابعين، بارك الله فيهم على الأسئلة، وأنا أجيبكم على أي سؤال تريدونه، ورقم هاتفي بالديسكريبشن بوكس، صندوق الوصف، وأي موضوع بتحبوا تسمعوه أو تستفسروا عنه أو أي فيديو بتحبوا أني أتكلم فيه أنا جاهز وحاضر بإذن الله. هذه نقطة. إذن من هو الظالم ومن هو المظلوم؟ هل المظلوم المطارد أم الهارب؟ المطارد مظلوم والهارب مظلوم. أنا أتكلم عن المطارد الحقيقي وعن الهارب الحقيقي، ولا أتحدث عن توأم شعلة مزيف هوائي يتتبع مصالحه الشخصية وغرائزه الجنسية وأهوائه النفسية، لا أتحدث عن هذه الشريحة، وإنما أتحدث عن التوأم الشعلة الحقيقي اللي أنا حكيته في بداية الفيديو، كلمت عنه في بداية الفيديو. المظلوم هو المطارد والهارب معا. لماذا؟ لأن الهارب يهرب، حكينا، ليس الهارب المزيف. الهارب المزيف عرفنا لماذا يهرب، الهارب المزيف عرفنا لماذا يهرب، لأنه حقق رغباته بغض النظر ما هي الرغبات، سواء كانت مادية أو نفسية أو جنسية أو روحانية. هذا الهارب المزيف سيبحث ويبحث ويبحث وينتقل من حضن إلى حضن إلى حضن. أما الهارب الحقيقي مظلوم، مظلوم أولا من أسرته، من مجتمعه، من أقربائه، مظلوم من نفسه، يريد أن يتحرر، أن يخرج، أن يلتقي مع المطارد، أن يلتحم معه ولا يستطيع. قيود وقيود وقيود وسلاسل أشبه بالسجن الكبير، أشبه بالقهر والظلم والحرمان، فهو يمشي ما بين الكونترابوينت. كونترابوينت اللي هي الحالة الإغماء، الإغماء التي تكون ما بين الجنة والنار، يعني لا هو طايل العنب، أن مثل يقول لا نحن طايلين عنب الخليل ولا تفاح الشام. هذا هو الهارب. والمطارد أيضا مظلوم لأنه ابتعد عنه الهارب نتيجة لأسباب كثيرة، حكينا عن فارق السن والعمر والدين والعرق والمنبت والأصل إلى آخره. In this case، في هذه الحالة أيضا سيصبح المطارد مشتت الفكر، متعب، قلق، حائر،
لا يستطيع أن يلتقي بتوأمه. فالتوأم الحقيقي ليس الحب أو الشغف أو الرغبة في الانجذاب الجسدي، بل هو انجذاب روحي، روح مقسومة إلى نصفين، فيها محبة واحترام وقدسية وأخلاق. فإن لم تكن كذلك فهي ليست بتوأم شعلة حقيقي. إن شاء الله تكون الأمور واضحة وفاهمين علي، فاهمين المقصد من اللي أنا بحكيه وبتكلم فيه. إذن هما الاثنان مظلومين، المطارد مظلوم والهارب أيضا مظلوم. طب لماذا يأتي المطارد يلتقي بهارب في وقت غير مناسب بعد فوات الأوان وبعد انتكاس الحال وبعد 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 وبعد؟ يا ابنتي، يا أختي، أيتها المرأة، أيتها الزوجة، يا أخي، يا صديقي، هذا يحصل هو ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح أنه عذاب، فما عليك سوى الاحتساب والثقة والدعاء والصلاة والتواصل مع الله بشكل كثير وكبير ومتواصل جدا جدا جدا. ثم عليك بممارسة تمارين التخاطر في الحلال، وثم ستشعر بطمأنينة وسكينة وراحة بال. ومع مرور الزمن، طبعا هذا لا يصبح ولا يصير بيوم وليلة، هذا تمرين step by step، خطوة بخطوة، gradually، تدريجيا يصبح. فخلي ثقتك بالله عالية وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وادعو 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 دائما. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وأيضا أنا بحب أسمع تعليقاتكم الطيبة. وفضلا وليس أمرا، أشكركم على الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لايك، سبسكرايب، شير. Wish you all the best. God bless you. السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.